السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا اليوم في لايف جديد. لايف ديال جديد البنات موجوده لكم اليوم دي زارتيكل جداد يلا دخلوا ستوك اليوم شي حاجه اللي واعره بزاف البنات. غنقول لكم بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم باش كلشي نبغيش كلشي يشوف اللايف ديال اليوم حيت فريمون موجوده لكم دي زارتيكل اللي غزالين. اول حاجه غنبدا لكم بها هي لا باك هاد السوليتير هذا اللي درنا لكم بمناسبه العيد مولد النبوي. الثمن ديالو 700 درهم اللي هي 14 ريال. شوفوا البنات كيفاش كيجي الديزاين ديالو فريمون كيجي غزال 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 صراحه كيجي واعر هانتوما وصحيح. غادي نوريه لكم مزيان كيفاش داير. شوفوا نتمنى يكون واضح لكم مزيان البنات. بارطاجيو اللايف كيف قلت لكم موجود لكم اليوم دي زارتيكل غزالين. شوفوا كيفاش داير وصحيح يعني ماشي شي حاجه اللي خفيفه يعني توركي عليها تقرط ليك شي حاجه اللي صح والعمل واللبسه ديالها صراحه كيجيو فنين. شوفوا صراحه كيجيو غزالين ويلي كيجي غزال. الثمن ديالو فقط 700 درهم اللي هي 14 ريال. حاولوا البنات ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم. نيميرو التليفون ديالنا راه ديجا ايبانكلي هو 07 00 79 77 71 ومرحبا الف مرحبا بكم البنات كاملين. نعيمة الحسني مرحبا بك. ريماريم اهلا وسهلا مرحبا. بوزيان ام احمد وعليكم السلام منوره لهلا يخطيك. ضوي عندي هكا عندك وقيله قري كبير عندك قري بزاف لا ماشي في القبيه. مينا لهلا يخطيك منوره حيد نضادر عندك طوانك ديال الفروج. فاتي دوزي عندنا اون بريفو نوريك. بالنسبه للفروج القديم اللي ما عندناش شوفوا بنات هاد سوليتير وغنبدا لكم باول غورمات جديده كيف قلت لكم دي زارتيكل جداد دخلوا ستوك. فوالا اول غورمات شوفوا سديها في اي عوينه بغيتي والديزاين ديالها كيجي خطير هانتوما. شوفوا كيفاش كيجي هنا فيها دويورات صراحه كيجيو غزالين وصحيحه البنات. شوفوا هكا ما غاديش يبان ليا من تما. شوفوا الديزاين البنات بارطاجيو اللايف. سلام وريني موديل ديال القرطاسة على الراس العين زهرة قرطاسة هاجر الاحمر وعليكم السلام مساء الخيرات. ديروا لنا شي برومو في هذا العيد حسنا راه دايرين هاد السوليتير هذا الثمن ديالو 700 درهم ما عرفتش شنايا يعني. نبغي الزوبري والله هذا كاين هاد اللون كاين ابيض اللون ما عجبنيش. شوفوا البنات الراتكو كاينين حتى هما دخلوا ستوك انا غادي نوريهم لكم بلاتي نحيدوا الصوت غادي يبدا علينا ثاني. فوالا بارطاجي لايف مريم. شوفوا البنات هاد لا غورميت فريمون كتجي غزاله حط المقله شي حاجه مبدله ما عرفتش شنو مبدلت تقولوا لي شنو هي. بالنسبه هاد لا غورميت الثمن ديالها 2400 درهم اللي هي 48000 ريال. ورينا الراتكو ايه على الراس والعين غير خليكم معايا بغيت الراتكو رقيق كاين الرقيق غير خليكم. فوالا لا غورميت كيف قلت لكم هذه موديل جديده البنات يلاه دخل ستوك فريمون كتجي غزاله. شوفوا تسدوها في اي عوينه بغيتو صحيحه. انا ما عجبتكش اللون. وبالنسبه لا غورميت ديال خريشات ديال ميني محبوبه الجماهير الثمن ديالها 800 درهم وديجا لابسه لكم حتى السنيسه ديالها. شوفوا كيفاش كتجي صراحه كتجي غزاله غزاله في اللبسه شي حاجه اللي واعره هانتو. فيها 7 ديال لي بوندونتيف الثمن ديالها 850 درهم شي حاجه اللي واعره بزاف. شوفوا كيفاش كتجي ولي بوك ديالها فريمون اونصومبل اللي رائع. شوفوا لي بوك ديال ميني محبوبه الجماهير البنات بارطاجيو اللايف باش كلشي يشوف لي زارتيكل اللي موجوده لكم اليوم دي زارتيكل جداد هنا على الزازو تفركيز. لي بوك الثمن ديالهم 900 درهم والسنيسله ديال معشوقه الجماهير 850 درهم ولا غورمي ديالها 800. فوالا لونسومبل كامل ممكن تاخذي كل حاجه بوحدها ماشي ضروري تاخذي لونسومبل كامل فريمون كيجي رائع البنات وتلبسيه ديما. اختي السلام الله يخليك والكومونتير مشى. شوف الكومونتير اللي نبغي نقراه يطير ويقول لي علاش ما تقراش لي الكومونتير ديالنا بلاتي خرجه مشى الكومونتير. سلام عزيزه لاباس عليك الحمد لله. ماريا الوردي لهلا يخطيك دبس سامبل ام فتول. شوفي اعطيني الثمن ديال هاد السامبل ام فتول اللي كاينه هنا مريم. السامبل ام فتول اللي كاينه هنا
شي خاتم زوين. بالنسبه للبنات سوليتير اللي درنا لكم برومو دابا، كاين هذا، هاد سوليتير الثمن ديالو 700 درهم اللي هي 14000 ريال. كيجي صحيح وكيجي غزال البنات في اللبسه ديالو. هانا شوفوني على الزاز. لا ماشي واخا دير لي ثلاثه صافي، ولا دير لي ثلاثه، عطيني غير ثلاثه، جوج مفتولين واحد سامبل ما كانش كمان. صافي يلا ورينا خواتي مرقق وسامبل اياه على الراس والعين. بالنسبه لا غورميت كيف قلت لكم 2400 درهم، ومجد لكم هنايا غورميت 3 دي وبارطاجيتي دابا في القلوبه. شوفوا البنات هاد لا غورميت هادي ديال 3 دي فريمون لي بوندونتيف ديالها قاصحين وركي كيف ما بغيتي. هانتي كيجيو صحاح، الثمن ديالها 6900 درهم. وكاين لا باك هذا ديال 3 دي حتى هو 1700 اللي هي 34000 ريال. قرطاسه اونصومبل، اونصومبل زهره دوزي عندي اون بريفي نوريك اونصومبل كامل. حاليا ما عنديش هنايا واجد كله. سلام اختي شحال غورميت اللي في ديك سيركل رامي ريان. هاد لا غورميت البنات راها جديده يلا دخلت ستوك، الثمن ديالها 2400 درهم اللي هي 48000 ريال. تاكدي من سميتها من حليمه. ورينا لي مارياج، ايه نوريكم داليكم باول مارياج حتى هو موديل جديد البنات. شوفوا موديل ديال العظم، سوليتير ديالو كاري، شوفوا الديزاين ديالو. ما عرفتش انايا شحال غادي عندي. 21300 حيت ما عرفتش. بغيت تعليقه دائره 3 دي. مريم عطيني 3 دي دايره بوندونتيف اللي نازله من داك البوندونتيف الوسطي. هو شفتي اللايف ما بالك شي حاجه مبدله. اي ويلي راني قلت لك تفوك تبقى لها انت مالك كتسكتي شتيا اختي. بغيت صافي قلت الكومونتير ديالك. ورينا خواتم اقل من 1000 درهم. 1000 درهم ايه غادي نوريكم لي باك. اول حاجه غنكملوا لي مارياج ديالنا. كيف قلت لكم هذا موديل جديد، اول حاجه غنوريه لكم عن قرب. شكرا. شوفوا السوليتير البنات كيفاش كيجي، فريمون كيجي غزال وقاصح كيجي صحيح. هاد المارياج هذا الثمن ديالو 2600 اللي هي 52000 ريال. 2600 درهم تجي فيها مارياج باين وعاطي العين وموديل جديد. وغادي نوريكم موديل اخر ديال فيليل حتى هو. شوفوا كيفاش كيجي هاد المارياج. زوينه عافاك واش كاين دبالج الصويري فيهم المرضى. دوماج ماريا ام ساره ما عندناش دبالج ديال الصويري، ما كاينش اي وما كنتش كنكتب، كنت كنكتب واحد السيرو ولكن كان هن. كاينه راتكو بثمن 6000 درهم. انا البنات غادي نوريكم لي راتكو، غير نكمل لي مارياج غنوريكم لي راتكو اللي كاينين كاملين. يلا دخلوا ستوك حتى هما. بالنسبه هاد المارياج الثمن ديالو 1800 درهم. وغادي نوريكم واحد اخر حتى هو ديزارتيكل البنات موجدين لكم غزالين. ها نتوما شوفوني، شوفوا ليا هاد المارياج هذا حتى هو فوالا 2100 درهم. لا ما كنجيبش شارجور انا كاع. الثمن ديالو 2100 درهم. اختي واش عندك سلسله ديال الرجل وبشحال؟ واش بغيتي الخلخال؟ خلخال ديال الرجل. بالنسبه للبنات سنيسه اللي لابسه انا في عنقي ديال محبوب ميني محبوبه الجماهير، الثمن ديالها 850 درهم فقط اللي هي 17000 ريال. ولي بوكل ديالها الثمن ديالهم 900 درهم. فوالا مارياج 2100 درهم اللي هي 42000 ريال. وغنوريكم سوليتير حتى هو يلا دخل جديد. شوفوا الديزاين ديالو كيفاش كيجي بحال ديامون. شوفوا كيجي غزال، كتجي فيه هنايا واحد الحجيره صراحه كيجي فن. شوف نتمنى يكون واضح لكم مزيان عزيزه. هذا مارياج ديال العظم شحال فيه من غرام حسنيه؟ دوزي عندي اون بريفون اكدي شحال فيه بالضبط. شوفوا كيفاش كيجي صراحه كيجي فن وقاصح. هاد البنات هذا راه قاصح. بالنسبه هاد سوليتير شوفوا البيسه كيفاش كيجي، كيجي فن 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 فن. الثمن ديالو 1700 اللي هي 34000 ريال. وي طلعي هاد صافا ولا ايبان لي انما فوالا كيفاش كيجي هاد سوليتير. وغادي نوريكم لي مارياج كاملين.
باش تشوفوهم، وعاودوا ديروا سكرين اي حاجه عجبتكم ديروا ليها سكرين. هانا شوفوا لي مارياج كاملين ديروا ليهم سكرين. هاد سوليتير البنات هو اللي درنا لكم حاليا بمناسبه عيد مولد نبوي، الثمن ديالو 700 درهم. كاين هاد سوليتير هذا 1700 درهم، كاين هاد المارياج 2600 وهذا 1800 درهم فقط. شحال الثمن الخواتم ديال رجال؟ ديال رجال ما عندناش. غورميت لي في يديك البنات، هاد لا غورميت راها جديده غير ب 2400 درهم اللي هي 48000 ريال. ممكن تديها في اي عوينه بغيتي صراحه اللي غزاله. بالنسبه للسطوار اللي لابسه لكم اليوم الثمن ديالو اجي الثمن ديالو 2000 درهم اللي هي 40000 ريال. شوفوا كيفاش كيجي البنات، صراحه كيجي غزال هذا المارياج. هذا المارياج هذا السطوار هذا تلفوني لي مارياج. هنا لي مارياج كيفاش كيجيو، وغادي نوريكم دابا لي باغ. بالنسبه لي باغ كاين هذا ديال 3 دي الثمن ديالو 1700 درهم اللي هي 34000 ريال. وغادي نوريكم واحد اخر حتى هو 3 دي غني عن التعريف، الثمن ديالو 900 درهم اللي هي 18000 ريال. فوالا البنات، بالنسبه للمحل ديالنا راه كاين في مدينه سطات بالضبط قصريه رجاء الشاويه، وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل، يعني فيما كنتي في المغرب توصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك عاد تخلصيها. بالنسبه للتعليقات ديال 3 دي ها هي اللي بغا غير كتجي على هذا الشكل، هذا الثمن ديالها 1400 درهم بوحدها، التعليقه بوحديتها 1400 درهم، بالسلسله ديالها 1900. السنيسه اللي لابسه انايا ديال ميني محبوبه الجماهير الثمن ديالها 850 درهم. شوفوا كيفاش كيجي البوندونتيف، اللور ديالو كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي صحيح وقاصح البنات 1400 درهم. وبالنسبه لي باي كاين هذا الثمن ديالو 900 درهم، وديال مسيكا حتى هو مسيكا شي سناسل سامبل. واش بغيتي امينه السلسله بوحدها بلا تعليقه؟ لا برومو معشوقه 550 سلاته فاطمه الزهراء. وعليكم السلام الهام، مرحبا الف مرحبا. بالنسبه لا باك ديال مسيكا كيجي على هذا الشكل، هذا الحجيرات فيه راه كيبقاو يعني ما كيبقاوش مفيكسين، راه كيبقاو كيمشيو كيجيو بحال هكا. شوفوا اللور ديالو كيجي غليظ وصحيح، 1700 درهم اللي هي 34000 ريال. 34000 ريال تاخذي فيها باك شي حاجه اللي صحيحه وديال ديما. كاينه اختي بغيت واحد الموديل ديال المارياج. بالنسبه لي مارياج غادي نوريك هذا جديد ديال العظم، الثمن ديالو 2600 درهم. تليفون مريم 2600 اللي هي 52000 ريال. عافاك جيبوا لنا حلقات ميسيكا ويريما ان شاء الله، راه غادي يكونوا من الاربع ان شاء الله، غيكون ان شاء الله اونصومبل كامل الى كتاب ثمن خال. مريم ايمان اعطيني خو الخال ديال الرجل حسابك غنقول لك شويه شحال ديال الغرام فيه؟ ما عرفتش شنو اللي كتكلمي عليه بالضبط مريم. شحال الغرام؟ خديجه حاليا داير 500 درهم 1000 درهم، داير 500 درهم للغرام عاد كل خدمه، والثمن ديالها راه مره طالع مره نازل كاع ما فيكسي حاليا في كاع في اي ثمن. بالنسبه هذا شوفوا كيجي هو باك ولكن كيبان بحال سوليتير، فريمون كيجي غزال. انا محمقني هذا الخاتم هذا صراحه كيجي فن. بشحال خاتم ميسيكا سونيا الثمن ديالو 1700 درهم. البوندونتيف تاع الكلو مسمار والاثمنه ديالو بوندونتيف كلو، ايه مرحبا. خاتم ميسيكا الثمن ديالو البنات هذا 1700 درهم. حاولوا ديروا سكرين اي حاجه بغيتوها، دوزوا عندنا الواتساب اللي هو كاع ما درتها، الواتساب اللي هو 07 00 72 77 71. ما عرفتش فين هو الشريبي، خلي نشوف واش غيطلع لي شي لعيبه هنا ولا لا. بلاتي البنات نشوفوا واحد التصويره واش غادي تطلع ديال النمره، نتمنى تطلع. الشريبي ما كاينش، باش حتى الا درت شي حاجه يفك لي الجره.
بلاتي واحد الدقيقه. لا ايوا شنو نديرو لك ما عجبتنيش، ما عادش حد النمره، ما عادش فين الا ما ساليش، باغا نطلع غير النمره ديال 07 دوبل 079 77 71. بالنسبه للبنات اي حاجه بغيتوها ديروا ليها سكرين. تبارك الله عليكم، الله يحفظك. المهم التصويره مابقاش طالعه عليا، بغيت صراحه ما عرفتش علاش اختي بغيت هذا. الهام اي حاجه بغيتوها ديروا ليها سكرين، دوزوا عندنا الواتساب اللي هو 07 دوبل 079 77 71. اي ميساج، اي ميساج البنات راه حنا كنجاوبوا عليه. السلسله ديال الحرف مريم، عطيني السلسله ديال الحرف. بغاس لي فانكي حاليا كاين، كاينه غورميت حتى هي اللي دخلت. المهم راه موجوده لكم شي حاجه اللي ناضيه. شوفوا هذا 1500 درهم، وغادي نوريكم حتى هذا الخاتم هذا حتى هو 1500 درهم. المهم الله تيزوفري. بشحال السطوار اللي في عنقك مريم؟ هاد السطوار هذا الثمن ديالها 2000 درهم. شوفوا فيها هنايا لي بول حتى هما راه ذهب، فيها هاد البوندونتي فريمون كيجي صحيح. شوفوا ماشي يعني شي حاجه دغيا كتقرض، وكيجي غزال حتى في اللبسه ديالو. هذا البنات النمره طلعت سي بون، كنت باغا نخليها هنا ساعه ما عرفتش ما عرفت فين زادت. راها طالعه النمره. سلام وريني الكورميطه اللي في يدك، ماشي 3D، هذه هاد الكورميطه اللي في يدي. هذه الثمن ديالها 2400 درهم. شوفوا راه تسدوا في اي عوينه بغيتي. انا غادي نحلها باش نوريها لكم. صراحه هاد الكورميطه هذه فنه البنات، والله العظيم الى غزاله. شوفوا كيجيو فيها بحال لي زانو ملاصقين مع بعضياتهم، وكيجيو فيها لي زانو صحاح، يعني ماشي شي حاجه اللي سليكه بنت عليك، والله العظيم الى صحيحه هاد لا كورميط هادي. شوفوا كتجي نازله منها هاد الحجيره هادي، الثمن ديالها فقط 2400 درهم. شوفي راه ما قلتش لك سدي لي الكورميطه ما دسرتكش ال الخلخال عافاك، الخلخال عطيتيه ليا فراس، مشكش ملي حطيتيه تخيلي معايا. بالنسبه مشو ايمان وانا مشاش. بالنسبه خلخال ديال رجل، شوفوا كاين هذا الثمن ديالو 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. وي سنة كاين هذا الموديل هذا، شوفوا كتجي نازله منه هاد الرجيله هادي، الثمن ديالو فقط 20000 ريال. حاولوا ديروا ليهم سكرين. نيمو الواتساب ديالنا راه ديجا ايبانغلي اللي هو 07 دوبل 079 77 71. خاتم مسيكه قاصح، خاصني الحلقات والبوندونتي. ان شاء الله راه غادي يكونوا ريماريم. غادي نكملوا لي باغ، ولكن هاد لاباغ هذا حتى هو يلا داخل ستوك جديد. شوفوا التخرام ديالو كيفاش كيجي، صراحه كيجي فن. ها نتوما شوفوا الديزاين ديالو كيجي مخرم باليد، اللور ديالو على هاد الشكل هذا بطبيعه الحال راه صح والعمل. شوفوا اللبيسه الثمن ديالو فقط 2700 درهم. شحال قلت لك الثمن قبيله؟ 2700 درهم اللي هي 54000 ريال. بشحال الكورميت اللي في يدك هاجر؟ هاد لا كورميت ديال 3D الثمن ديالها 6900 درهم، وكاينه هادي اللي كتجي فيها سامبل لي زانو الثمن ديالها 2400، وكاينه ديال الخريشات الثمن ديالها 800 درهم اللي هي 16000 ريال. هاد لا كورميت ديجا لابسه لكم السنيسه ديالها، الثمن ديالها 850 درهم. احنا جايين حتى المحل ان شاء الله، هذاك هو النهار الكبير دنيا. مرحبا بك نزهه، وعليكم السلام. البنات بارطاجيو اللايف. الكورميت بشحال؟ انا ديجا قلت لي بخي ديال لي كورميت، حاولوا ديروا ليهم سكرين. هاد سوليتير البنات كيجي على شكل ديامون، كيجي فن، الثمن ديالو 1700 درهم اللي هي 34000 ريال. وبالنسبه هاد لاباك المخرم، شوفوا التخرام ديالو كيفاش كيجي، ديزاين فن البنات. شوفوا الجنب ديالو كيجي باين وعاطي العين، الثمن ديالو فقط 54000 ريال. شوفوا كيفاش كيجي 2700 اللي هي 54000 ريال. انا غادي نعاود نوريكم كاع لي باك باش تحاولوا ديروا ليهم سكرين. فوالا حاولوا البنات ديروا ليهم سكرين، ودوزوا عندنا الواتساب اللي هو 07 دوبل 079 77 71. اختي عافاك بغيت نشوف بغاسلي ديال اناناسه ونعرف الثمن ديالو، الله يخليك. كاين شي بغاسلي ديال اناناسه؟
مريم مريم براسي اناناسة اوه بالنسبه لي بغاسلي حاليا راه ما كاينش ولكن غادي يدخلوا ستوك ان شاء الله. كلتوم مرحبا فوالا ها نتوما لي باك 1500 درهم هذا 1700 900 وهذا 2700 درهم مرحبا والف مرحبا بكم البنات كاملين. ويلي كنت غنسى لكم باك اخر ميمكن شوفوا هاد لاباك هذا راه حتى هو دخل ستوك. ماجده المحل ديالنا راه كاين في مدينه سطات بالضبط قيصريه رجاء الشاويه وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. فيما كنتي في المغرب من طنجه للقويره توصلك لا كوموند حتى عندك مالك ما كتجاوبيش البنات راه ما يمكنش ليا نقرا لي كومونتير كاملين حيتاش كيطلعوا ليا بالزربه. اي حاجه بغيتوها دوزوا عندنا الواتساب وغادي نجاوبوكم على اي حاجه. عزيزه لبسي الخاتم ميسيكا مع شي سوليتير نشوفو ما غاديش يجي كوم مارياج الله يلا هادشي شوفي صحبات الضوء لا ناديه ناديه حسني انا ها ميسيكا انا درت لك مع هاد سوليتير اللي يلاه داخل جديد ديال 1700 درهم ما عرفتش واش مقاد دابا ولا لا. حيت فيه الحجر ندير لك واحد ما فيهش الحجر بلاتي نجربو هذا كيفاش غيجي معاه. ويلي كاع ما جا المهم هذا بعدا جا معاه صافا. شوفي كيفاش جا ويلي جا زوين والله حتى جا زوين. وين المكان المحل ديالنا راه كاين في مدينة سطات بالضبط قيصريه رجاء الشاويه وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. اللي بغى هاد ميسيكا لا باك 1700 درهم وهاد سوليتير حتى هو 1700 درهم. تبارك الله عليك اللي خطيك نعيمه بيبي ما شاء الله. زدين ماجده مرحبا هنا هنا درتي في الاخر بصحه وراحه لاله اش نقولوا. وبالنسبه غنكملوا لي باك هذا نسيتو البنات شوفوا التخرام ديالو شوفوا الزاز والتفركيز شوفوا 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 الناس جا زوين والله العظيم حسني انا تصدمت. شوفوا البنات هذا في حجيره في الغوج وكاين حتى في الفيغ شوفوا كيفاش كيجي اللور ديالو كيجي فريمون كيجي قاصح. البنات بارطاجيو اللايف بغيت كلشي كلشي يدخل باش يشوف لي زارتيكل اللي موجه لكم اليوم شي حاجه اللي واعره. هانا هذا معشين باله فيها حجيره في الغوج يا سلام يا سلام يا سلام. الثمن ديالو فقط 60000 ريال 3000 درهم البنات تاخذي باك مخرم باين عاطي العين البنات والصح والعمل. شوفوا الطابع الديوانه كيجي هنا الداخل ديالو كيجي قاصح صراحه انا عجبني هذا الخاتم هذا. انا بغيت هذيك السنسله اللي فوق انا زكيه انا السنسله 3000 درهم البنات اللي هي 60000 ريال. لي غاتكو انا غادي نوريكم السنسله اللي لابسه انا ديال الخريشات البنات ميني محبوبه الجماهير الثمن ديالها فقط 850 درهم. عزيز اختي الله يوفقك يا ربي امين يا ربي الهلا يخطيك لطيفه. شوفوا لي غادكو لي واجدين اليوم ها هما كاملين جوج ربعة ستة ستة يكونوا هزو شي وحده. شوفوا البنات لي غادكو كاينه هذه هي الغليظه يلا شويه دي شويه كاينه هاد الغليظه هذه البنات فيها 21 غرام الثمن ديالها 11200 كاينه هذه 19.7 الثمن ديالها 10700 درهم كاينه هذه فيها 19.32 في الثمن ديالها 10500 درهم كاينه هذه 13.88 7500 وكاينه هذه اللي قبل الاخرى 13.40 الثمن ديالها 7400 درهم وهذا الرقيوقه هذه فيها غير 8.74 الثمن ديالها 4800. انا غادي نلبس لكم ما عرفتش شنو هي غنلبس انا وحده البس ديال 4700 درهم باش تشوفوها كيفاش كتجي في اللبسه ديالها. غتجي غزاله حيت ما يمكنش راه هكا دايره تنحيد السنسله. مرحبا البغاسليه تمسمار شحال دايرين. بالنسبه لكارتيا الهام راه كاين 3700 درهم شحال خوات مزوج حاجه مليحه الله يحفظك. مرحبا بالنسبه لمارياج راه كيبداو من 1400 درهم والفوق على كل وحده وجهدها. هذا البنات كيف قلت لكم موديل يلاه دخل ستوك الثمن ديالو 2000 صافي 2600 درهم.
الهام بالنسبه لي غاتكو كل وحده قلت شحال فيها من غرام، راه كاينه 21 غرام، كاينه 19 غرام. دوتي جات هابطه ها هي. شوف البنات هاد الراتكو لا باغا سيفي ديال قاديه ليا قاديه ليا صافي واقيلا صافي. البنات شوفوا واش واضحه لكم هكا مزيان. هذه البنات جبت لكم ديال 13 غرام ونص تقريبا، الثمن ديالها 4400 درهم. هذه 7400 درهم 148 الف ريال، 148 الف ريال. شوفوا كيفاش كتجي هاد الراتكو، هذه صراحه كتجي فنه. هنا شحال الراتكو 21 غرام، فيها 21 غرام 11200 درهم. شوفوا لي غاتكو كامل، الا بغيتو ديال اليد حتى هما كاينين، مرحبا الف مرحبا. ديروا البنات سكرين، شوفوا هذه 7400 درهم، فيها 13 غرام ونص تقريبا، 13 غرام و40. ممكن رقم الواتساب ديالنا راه هو 07-00-77-77-71، راه ديجا كاين نمرة التليفون لتحت. راتكو 26 غرام، كاينه 28 ونص. مريم ديال 28 غرام ونص شحال الثمن؟ 14500، 14500 درهم ديال 28 غرام. 26 الهام حاليا ما كايناش، بغيت خاتم كبير ما يكونش فيه الحجر. بالنسبه كاين هذا البلدي، الثمن ديالو 2700 درهم، حتى هو كبير وبين وعاطي العين. بالنسبه لنمره التليفون راه ديجا ايبانغلي لتحت، هي 07-00-77-77-71. هنا البنات ثاني على لي غاتكو، هذه 4800 رقيقه، هذه لابسه انا 7400، كاينه هذه 7500، كاينه 10500 درهم، كاينه 10700، وهذه 11200 درهم. حنا كاينين في مدينه سطات بالضبط قصريه رجاء شاويه، وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. نعطيوني شريبه بشحال ديال اليد على حساب من غرام بشرة. دوزي عندي اون بخيفي ونوريهم مالك. 30 ساعه راني زواج، انا ديجا وريت لي موديل ديال لي مارياج، غادي نوريك هذا جديد 2600 درهم، 2600. واش محبوبه الجماهير مازال في ستوك عندكم؟ محبوبه الجماهير راه كاينه ميني محبوبه الجماهير، كاينه محبوبه الجماهير الكبيره، المهم كلشي باقي. راتكو 30 غرام، ما كايناش اسيا. بالنسبه اللي سولاتني على السرتله سامبل ومفتول، المهم غادي نشوف واش غادي يدخل. ها هي فوالا، شوفوا هادو اربعه فيهم 40 غرام، 40 غرام الثمن ديالها شحال قلت؟ درتيها بالعيني. شوفي الثمن ديالها 21300 درهم، 2,026,000 الف ريال. الصحبه ديال بصح. شوفوا حياه الغزواني، دوزي عندي اون بخيفي ونوريك لي بوكل ديال كارتيه شحال غورمات اللي في عنقك. هذه البنات الثمن ديالها 7400 درهم، فيها 13.4 غرام فاصله 4، الثمن ديالها 7400 درهم. بالنسبه للسلسله ديال الخريشات كاينه هذه ميني محبوبه الجماهير، الثمن ديالها 850 درهم. فاش كتصيفطوا بالنسبه للتوصيل على حساب الى مدينه كلتو، كاين ليفرو ديالنا ديال بيجوتري فاتين يقدر يجيب لك لا كوموند ديالك، وكنتعاملوا حتى مع السوسيتي ديال التوصيل تقدر حتى هي تجيب لك لا كوموند حتى لباب الدار. بالنسبه ساره هاد الراتكو هادي 7400 درهم، السنيسلات كيبداو من 750 درهم والفوق. هادي رامي ريان، الثمن ديالها 7400 درهم. كاينين حتى هادو، كاينه 21 غرام، كاينه 19 غرام، كاينه 13، وكاينه حتى 8 غرام. اللي بغيتي موجود، مرحبا الف مرحبا. دوزوا عندنا الخاص وما يكون غير خاطركم. بالنسبه السرتله ديال سامبل ومفتول، الثمن ديالها 21300، فيها 4، جوج مفتولين وجوج سامبل.
فوالا دابا غادي نكملوا لي براسلي. يا سلام يا سلام على لي براسلي. غندير لكم بهذا ديال مشارابي موجود. هاتي لي زارتيكل ديال اليوم شي حاجه لي واعره. شوفوا البراسلي ديال مشارابي، غندير لكم مع كارتي حتى هو باش تشوفوا كيفاش كيجيو في اللبسه مع بعضياتهم. السطوره فاتحه الثمن ديالها 2000 درهم اللي هي 40000 ريال. الراتكو 8 غرام شحال دايره؟ 8 كاينه 8.70، الثمن ديالها 4800 درهم. 4800 جوج واحد ياك. وغادي نوريكم دابا لي براسلي كارتي مع مشارابي. 23 23. شوفوا البنات هاد كارتي المارياج البنات، الثمن ديالو 2600 درهم، 2600 اللي هي 52000 ريال، 52. الكورميت اللي في يديك شحال؟ لا كورميت البنات هادي راه موديل جديد ديال لي زانو، الثمن ديالها 2400 درهم. وكاينه هادي ديال الخريشات الثمن ديالها 800 درهم. البنات حاولوا اي حاجه بغيتوها، اي حاجه بغيتوها ديروا ليها سكرين، دوزوا عندنا الخاص وما يكون غير خاطركم. وبالنسبه للكارتي 3700 درهم. شوفوا كيفاش كيجي، فريمون كيجي صحيح وديال شاك جوغ. وكاين هذا البراسلي ديال مشارابي 3900 درهم، ولا غورميت ديال 3 دي هذه 6900. حاولوا ديروا ليهم سكرين. فوالا مشارابي كيجي فن 3900 درهم هذا، وهذا 3700. كاينين لي مارياج كاتي الثمن ديالهم كيبداو من 1400 والفوق. بالنسبه هذه اللي لابسه انا الثمن ديالو 2600 درهم. 15 اونص ما كايناش حاليا، 15 اونص. فاطمه الزهراء هذه 7400 درهم، فيها 13 غرام اونص. بالنسبه للمحل ديالنا راه كاين في مدينه سطات بالضبط في قيصريه رجاء الشاويه، وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. يعني فيما كنتي في المغرب توصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك عاد تخلصيها بلا ما تمحني ولا تعذبي، تجي عندك لا كوموند ديالك حتى لباب الدار. وغادي نوريكم هاد النباله، شوفوا كيفاش كتجي حتى من الداخل. فوالا شوفوا الديزاين ديالها كتجي على هاد الشكل، كتجي صحيحه. التخريمه ديالها كتجي غزاله. فوالا شوف الثمن ديالو 4500 درهم. الله يخليك، واش كاين سلسله ديال الحضور؟ الحضور في حدود 90. ونشوف ايه كاينين، نوريك على الراس والعين. شوفوا هاد السلسله، هاد البراسلي ديال 4500 درهم كيجي على هاد الشكل هذا، 4500 درهم. نباله كتجي باينه وعاطيه العين. شوفوا تقدر تجي معاها حتى هاد الخاتم. بغاسلي 4500 ولا باك الثمن ديالو 2700 درهم. ورينا خواتي بمارياج، ديجا وريت لي باك دمارياج، نوريك هذا ديال 2600 درهم. وكاين حتى هاد سوليتير اللي دايرينو حاليا برومو ديال العيد الثمن ديالو غير 700 درهم. السطواغ اللي لابسه الثمن ديالها 2000 درهم اللي هي 40000 ريال. وغادي نكملو، غادي نوريكم سرتلة حتى هي موديل جديد ديال 3 دي ضروري الجديد كيف كتبغي. انا غادي نلبس لكم السرتله باش تشوفوها كيفاش تجي من البوسه. واش ذهب؟ وي حبيبتي هادشي ذهب فاطمه 18 كارا اللي كاين في المغرب كامل. حطي ديك القرعه ليا وانا نوريك. فكعتيني رقم تليفون ساميه، النمره التليفون ديالنا راه ديجا كاينه لتحت اللي هي 07 00 79 77 71. غادي نوريكم هاد لي 3 بغاسلي، غادي نلبسهم ليكم باش تشوفوهم اللبسه ديالهم كيفاش دايره. ضروري ومؤكد غادي نوريكم هذا كيفاش داير من الداخل. عاد نلبسو شوف كيفاش كيجي مضوبل وكيجي صحيح وقاصح. شوفوا 3 دي كيجي شي حاجه لي واعره. ايمان حيدي ليا هادو،
ولا صافي غنحيدو من قيل الراس. شي حاجه اخرى نحيد راتكو؟ لا راتكو غير خليها نو لا غورميت. مالك اختي مخلوعه؟ مخلوعه منك تخلعت ملي شكت شكوم ولا الشك ولا الشتك ولا شنو داخله تخلعت. هو انا غنبلوكي الاولى بسم الله عليا بشحال السنسله غورميت الا كوثر كتكلمي على هاد راتكو هادي الثمن ديالها 7400 درهم. واش كديروا الكريدي؟ لا حبيبتي دبالج. بالنسبه حاليا كاينين هاد لي 3 بغاسلي هاد السريتله هادي الغزاله والفنه والعاطيه العين. شوفوا شوفوا كيفاش كتجي ديال 3 دي 3 بغاسلي كيجيو فنين وقاصحين البنات. شوفوا كيفاش دايرين من اللور سريتله يلاه داخله جديده البنات كتجي غزاله. بغاسلي كارتي عافاك شحال فيه من غرام كيتباعوا الموديل ماشي الغرامه هاديه. بغيتي شحال فيه دوزي عندي اون بريفو نتاكد لك شحال نتاكد من الغراماج ديالهم. بالنسبه هاد السرتله هادي الثمن ديالها 13500 اللي هي 1,070,000 ريال. بلال بلال حاليا كاينه 8 غرام وكاينه 13 غرام ما كايناش 10 ديال الغرام. مرحبا الناس يلا دخلوا جداد بارطاجيو اللايف باش كلشي يشوف لي زارتيكل اللي موجوده اليوم. مازال لي شيبوندونتيف مازال لي غورميت اونصومبل حتى هو شي حاجه لي طوب. السلام عليكم. عندكم محل اين مدينه؟ هي هبه نتوما مرحبا بك معنا. حنا المحل ديالنا راه كاين في مدينه سطات بالضبط في قيصريه رجاء الشاويه وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. يعني فيما كنتي في المغرب توصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك عاد تخلصيها. شوفوني البنات على هاد سريتله الرائعه. انا غادي نبعد باش تشوفوها كيفاش كتجي في واحد لابغيونس لي غزاله الاخص مع الضو. يا سلام شوف كتجي فنه البنات. الثمن ديالها 13500 درهم 13500 اللي هي 1,070,000. اللي بغى غير بغاسلي واحد كيبقى ب 4800. شحال 4800؟ 96,000 ريال. كنسول وكنجاوب راسي ما لاحظتوش حتى وحده بغات تجاوبني. عصير الصابون دوماج ما عندناش ثمن سوطواغ. اسماء هاد السوطواغ هادي الثمن ديالها 2000 درهم اللي هي 40,000 ريال. الواحد 4800 96,000 ريال. بثلاثة لاتش بثلاثة 13500 درهم اون برومو البنات. تاخدي سريتلا 3 دي شي حاجة اللي باينة وعاطية العين وصحيحة. هذه أهم حاجة الصح والعمل ديريها ديما. شوفوا كيفاش كتجي كتجي غزالة. وغادي نكملوا لي شين بوندونتيف. بالنسبة هاد راتكو البنات الثمن ديالها 7400 درهم كاينين حتى هادو. دوزو عندنا اون بريفي وناكدوا لكم كل حاجه والثمن ديالها. الكوغميت اللي في عنقك نور الهدى الثمن ديالها 7400 درهم وكاينه كتبدا من 4800 7500 10500 10700 درهم وكاينه حتى 11200 درهم حتى هي كاينه. محبوبه الجماهير كاينه كاينه محبوبه الجماهير كاينه. هاد ميني الصغيره ديالها هذه 850 والكبيره 1500 درهم. واول سنيسله غنكمل لكم لي غورميت. غندير لكم هاد لا غورميت هذه الغزيوله. شوفوا الموديل جديد حتى هو كيفاش كيجي. منار زين دوزي عندي اون بريفو ونوريك اللي كاينين في ستوك. شوفوا لي بوندونتيف لي فيها كاين هاد الدوفان كاين هاد الحجيره هادي كاين هاد السويريت. شوفوا الساروت وفيها حنا حجيره وفيها هاد القليب هذا. انا غادي نلبسها ليكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. بطبيعه الحال تسدوها في اي عوينه على حساب اليد ديالك. شوفوا شي حاجه لي خفيفه وغزيوله. النقله ديالي غندور على هاد الجهه فوالا. شوفوا كيفاش كتجي الثمن ديالها 2600 درهم. شحال من مره سولتك ربيعه هاد الكومونتير قريت ولكن الكومونتير ديال السؤال ديالك راه ما يمكنش ليا البنات نقرا كلشي حيت كيطلعوا ليا بالزربه. داكشي علاش كنقول لكم دوزوا عندنا اون بريفي اي حاجه بغيتوا غادي نجاوبكم عليها. راه الواتساب ديالنا راه ديجا مكتوب لتحت اللي هو 07 00 79 77 71. شوفوا البنات لا غورميت كيف قلت لكم تسدوها في اي عوينه بغيتي وفيها هاد الخريشات هكا. الثمن ديالها 2600 درهم. لي بوك اللي لابسه انا الثمن ديالهم 900 درهم اللي هي 18000 ريال. باينه مسمومه انا.
ثمن الغرام حاليا داير 500 درهم عاد كل خدمه والثمن ديالها. عطيني لي بوكل كريول لا غورميت ديال خريشات الثمن ديالها 2600 درهم اللي هي 52000 ريال. وغادي نوريكم غورميت ديال فان كليف. شوفوا اللي كاين 1400 كاينين اللي عطيتيني. لا غورميت ديال فان كليف. شوفوا البنات هاد لا غورمي ديال فان كليف كيف تجي. وريني لا باك ديال الوريضه. عندنا شي باك ديال الوريضه. باك وريضه على مريم حق الله. ورينا لي مارياج. بالنسبه منى ديجا وريت لي مارياج. غادي نوريك هذا الثمن ديالو 2600 درهم. بالنسبه لا غورمي ديال فان كليف شوفوا كيفاش كتجي. كتجي دويويره على هذا الشكل. هذا غورميت لي فانكك عافاك. الثمن ديالها 7400 درهم. انا غادي نرجعها شويه اللور باش تشوفوها مزيان. 7400 درهم فوالا كيفاش كتجي في العنق على هذا الشكل. هذا هو الغل ديالها. او لا غورميت ديال فان كليف بين ها هي راه تسديها في اي عوينه بغيتي على حساب اليد ديالك. الثمن ديالها هاد لا غورميت ديال فان كليف كتجي غزاله. الثمن ديالها 2300 درهم 46000 ريال. اختي دوك 3 دي عافاك اختي دوك 3 دي اللي مدورين طوانك. كاينين لي بوكل اوفال ما كاينينش دايرين. وغادي نوريكم غورميت ديال غافينيتي. غنلبسها ليكم باش تشوفوها في اللبسه ديالها. شوفوا البنات لا غورميت غافينيتي كيفاش كتجي. صراحه كتجي غزاله. شوفي لا غورميت لاشين ديالها. شوفوا لي لاشين ديالها. ام دعاء عصير صابون ما عندناش. وريني خاتم جهد 1500. بغيتي باك عادي 1500 درهم. كاين هذا حتى هو 1500 درهم. شوفوا كيفاش كتجي غافينيتي 2400 درهم اللي هي 48000 ريال. فوالا ها نتوما. وكاينه فان كليف 2300 درهم. حاولوا البنات ديروا ليهم سكرين. دوزوا عندنا الواتساب اللي هو 07 00 79 77 71. ثمن ختم ديال الكلو. عطيني كلو ديال 600 درهم لا باك كلو. السنيسله ديال الحرف هانا على السنيسله ديال الحرف. الثمن ديالها 700 درهم. هذا حرف ال. حرف ال الحرف اللي بغيتو نقادوه لكم سواء بالعربيه سواء بالفرنسي. كيتقاد الحرف اللي بغيتو اللي بغيتو كاين. السلام زين بشحال راتكو نانا حدو. الثمن ديالها 7400 درهم. فين هو لا باك؟ ها هو. فوالا كيفاش كتجي سنيسله ديال الحرف. انا غادي نلبسها لكم. الحرف كيف قلت لكم اللي بغيتو سواء بالعربيه سواء بالفرنسي نقادوه. فوالا ها هي السنيسله ديال الحرف كيفاش كتجي. انا غنحاول نطلعها غير شويه باش تبان مزيان. الحرف كيف ما قلت لكم حرف اللي بغيتو راه موجوده البنات سواء بالعربيه سواء بالفرنسي. الثمن ديالها غير 700 درهم. السلام اختي هاد النمره واش ديالكم؟ هذيك ديال سعاد عائشه المراكشيه ديال الكوميرسيال حتى هي معانا. بشحال الغرام حبيبه نانا؟ الثمن الغرام 500 درهم عاد كل خدمه والثمن ديالها. بالنسبه هاد الراد كلي لابسه انا فيها 13.4 غرام. السنيسله ديال الحرف الثمن ديالها 700 درهم. وغادي نوريكم السنيسله ديال الفص والعصفور طاير. ها هي سنيسله جديده والمحبوبه. شوفوا كيفاش كيجي القفيص فيه هنايا فريخ.
غادي نلبسها لكم باش تشوفوها. السلسلة الحرف غليظة، السلسلة ديال الحرف رقيقة ولكن صحيحة، ديريها ديما وما عندكش منش تخافي. شوفوا السنيسلة ديال الفريخ، شوفوا كيفاش كيجي، كتجي فن البنات. شوفوا اللبسة ديالها، الثمن ديالها 900 درهم اللي هي 18000 ريال، 18000 ريال. وا عمري بقى نتفرج فيك ما لقيتي ما يدار وحق الله. سلام شحال الخاتم اللي لابسه، هذا الثمن ديالو 1500 درهم البنات. بالنسبه لاباك ديال الكلو، ها هو لاباك ديال الكلو، الثمن ديالو 600 درهم، 600 درهم اللي هي 12000 ريال. اي فوالا لا شين بوندونتيف، نوريها لكم عن قرب، غادي نحاول غير نزومي عليها. شوفوا الديزاين ديالها كيفاش كيجي، نتمنى تكون واضحه لكم مزيان. بالنسبه للسنيسله ديال الفرصه اللي رقيقه ولكن الصح والعمل البنات، بوندونتيف كيجي على هذا الشكل، هذا فيه هنايا هذا الفريخ، شي حاجه اللي صحيحه. الثمن ديالها 900 درهم اللي هي 18000 ريال. بغاستلي 3 دي شحال داير؟ هذا ب 3 13500، واحد 4800 درهم. وغادي نوريكم لاشين بوندونتيف جديده، قولي اسمها هاند جاوبني في التليفون، راني خليت ليها ميساج. اييها زهره مرحبا، الف مرحبا. راه كيكون الضغط في لي ميساج بالاخص نيمو التليفون ديالها اليوم ايبانغلي، راه كيكون شويه الضغط حبيبتي، غير حاولي تصبري معانا وصافي، راه اين فوا توصل الميساج ديالك راه غادي تجاوبك. هي اللي قلت لك انا اي فوالا لاشين البوندونتيف، ما نقولش لكم شي حاجه اللي خفيفه، صحيحه البنات، صحيحه ماشي شي حاجه اللي كترطى توركي عليها، راه الصح والعمل. كتجي هاد القليب هذا كيجي فن حتى في اللبسه ديالو، شوفوا اللبسه. السلام اختي منوره شحال حلقات خريشات فاتي فلوغ. بالنسبه لي بوك اللي لابسه انا الثمن ديالهم 900 درهم. واش كديري كديري على دفعات؟ الا بغيتي تبقاي تدفعي في لارتيك ممكن، ماشي تبقاي تدفعي في لارتيك، تبقاي تدفعي فلوس حتى تسالي الفلوس لارتيك اللي بغيتي ونصيفطوه ليك، ما كانش نوجدو ليك سيغ كوموند، ما كاينش مشكل. بالنسبه لاشين بوندونتيف شوفوا كيفاش كتجي سامبل، بلاش نحيد هاد الراتكو هادي مري ايمان اعتيقي. شحال الحلقات ديال غافينيتي حاليا؟ كاينه لا غورميت والبوندونتيف علينا لونا، كاينه لا غورميت 2400 درهم والبوندونتيف بوحدو كيبقى ب 1500. راتكو قولي ملي كتشوف فيا اوكي. هادو حاليا هما اللي كاينين في ستوك في غافينيتي، هاكي صافي حطها هنا هنا ايه صافي خليها. شكرا براسي ديال الناصه ثلاثه بشحال؟ الثمن ديالهم 9300 درهم بوشرة، ولكن حاليا مازال ما دخلوش للستوك. راكي منوره تبارك الله، الله يخطيك عتيقه، شكرا لك بزاف. ومريحانه العنوان انا بغيت خاتم، المحل ديالنا راه كاين في مدينه سطات وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. اي فوالا لاشين ساليت ولاشين. شوفوا البنات هاد لاشين بوندونتيف كيفاش كتجي، والثمن ديالها 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. شين بوندونتيف كتجي فن فن البنات، شوفوا غزاله، انا حمقاتني البوندونتيف هذا، كيجي سامبل على هذا الشكل هذا، صراحه كتجي غزاله. ها انتم شوفوا كيفاش كتجي في اللبسه ديالها، 1000 درهم اللي هي 20. عائشه المراكشيه وي هاد النيمو تليفون ديال الواتساب، المحل ديالنا فاطمه كاين في مدينه سطات. زوزو حيدر لا باغ غافينيتي حاليا ما كاينش، وغادي نلبس لكم اونصومبل اللي قلت لكم جديد، باش نشوفوا واش ساليت كلشي شي بوندونتي لي بوكل. بالنسبه لي بوكل كريول كاين هاد الموديل هذا، شوفوا كيفاش كيجي، الثمن ديالو 1400 درهم، وكاينه هذا اللي فيه لي سيركل 1500 درهم. بغيتها البنات حاولوا ديروا سكرين اي حاجه بغيتوها، دوزوا عندنا الواتساب. الا بغيتي هذه اسماء حاولي ديري ليها سكرين، دوزي عندنا الواتساب اللي هو 07 00 79 77 71. خلي لا فوتو ديال لارتيكل اللي بغيتي ولي زانفورماسيون، حيت بقات حيت ماشي بقات، جات غير وحده حاليا في ستوك.
هادي الوحيده اللي كاينه ويلا دخلوا ستوك غير اليوم البنات. الثمن ديالها 1000 درهم. وبالنسبه للسنيس لي بوك ديال الشناشين والدنادين 1500 درهم. وكاينين هادو حتى هما كيجيو سامبل وصحاح، الثمن ديالهم 1400 درهم. وغادي نوريكم دابا لونصومبل، اونصومبل اللي في الغزال غادي نلبس لكم، البس لكم لي بوكل. هذا كان الكبير ديالو ولكن اليوم انا جبنا لكم الصغير. غادي تلب ايمان عاوني الشاب لحظك، واش ما تديروش الهميزات؟ الهميزات ديما كاينه مع مجوهرات فاتين. ما عرفتش فين هو لاباك اللي درنا ديال مناسبه العيد. كاين هاد سوليتير هذا درناه ليكم برومو غير ب 700 درهم. شوفوا البنات هاد سوليتير شنو غنديرتي؟ حيدي لي هادو كاملين حيت غنلبس كوغمي. مرحبا بك. والله حيدت راسي. حيدي هاكي صافي لبسي هي الكوغميت هادي. بشحال الكوغميت اللي في يدي؟ غادي نعاود نقول لي نوريكم لي كوغميت اللي في يديا. شاطري بحال المروكيين. ويلي انا مروكيين. كوغميت ديال الكلو. باقا شي كوغميت ديال الكلو من الاحسن ما ناردوزي عندي اون بخيفي ونوريك لي كوغميت اللي مازالين كاينين في الكلو. كاينه مازال كوغميت 3D كلو 3D. شوفي عقدتها. اعطيني داغيا مريم ايمان اعطيني بوندونتيف اخر وسنيس لا اخر وحيديه. اعطيني بوندونتيف بحال هذا من عند سميتها. موديل جديد عصير الصابون اسيا ما عندناش عصير الصابون. شكرا نيلو قصيره. شحال وصل الغرام حاليا؟ 500 درهم عاد كل خدمه والثمن ديالها. شوفوا لاشين كيفاش كتجي معها لاشين ديال فرصه صراحه كتجي غزاله. وطيحي ليا التليفون يا شديت التليفون سيري. بشحال الكورميت اللي في يدي؟ كاينه هاد لا كورميت هادي ديال الخريشات 2600 درهم. هادو البنات راه موديل جديد اللي دخلوا. كاينه هاد لا كورميت ديال لي زانو 2400 درهم وهادي 800 درهم 850. هذاك اونصومبل مشطه بصح كيقولوا لي اونصومبل مشطه. شوفوا اونصومبل مشطه كي داير. لا نادي شكون هي اللي قالت اونصومبل مشطه؟ مشات ديروا شي خاتم داير 4000 درهم ديروه لي ب 700. كوني هانيه منال غادي نديرو لكم من غدا خاتم 3000 درهم غنديروه ب 700. ناديه اي فوالا اونصومبل جديد اونصومبل مشطه. تحيه خاصه مولات اونصومبل المشطه. ايه انا ها انا ها انا غادي نزومي على اونصومبل. كيفاش غايبات شي خير جات يطلعوا جوجو جوجو هي اللي قالت اونصومبل المشطه. جوجو ولا جوجو اللي في ترامبون بول ها انا على اونصومبل. كيفاش كيجي اونصومبل؟ فيه لاشين بوندونتيف. شوفوا كيفاش كيجي غزال هاد اونصومبل مشيطه. لي بوكل حتى هما ولا باك مع لا كورميت. شوفوا انتوما غادي نوريكم لا كورميت هكا. الا بغيت تاخذوا كل حاجه بوحدها راه ممكن، يعني ماشي ضروري تاخذوا اونصومبل كامل. بغيتو تاخذوا مفرق ولكن اونصومبل كامل كتبقى مرخص. بالنسبه اونصومبل كامل الثمن ديالو 5100 درهم. لا باغ 1300 درهم، لا شين 1900، لي بوكل 1300، لا كورميت 1600 درهم. فوالا البنات الاذان حاولوا ديروا سكرين انا نخليكم بحال هكا. سعديه بكيري اهلا وسهلا. خاتم مرع الشبك شحال الثمن؟ ما فهمتش شند مرع الشبكه. اش بغيتي 3D؟ 3D موجود 700 800 900
1700 كاين الخير نمشي وجيبك كاين هذا 1700 هذا 900 درهم مالي ايا مرحبا بك ام مروان ناري كونيكسيون بدات طلاشي لينا شوفوا البلات لونسومبل حاولوا ديروا لي سكرين اونسومبل فريمون كيجي غزال هنا شوفوا الزاز وتفركيس غادي نحاول نبدل لكم هذا هاد البلاصه فين كتكون هذا ما عرفتش ما بعرف سودي مريم السلسله 600 ثمنها الشهد بالنسبه للسلسله ديال 600 كنوجدوها سور كوموند بالنسبه بزاف ديال الناس كيقولنا ياك بالنسبه ل 600 ضروري حتى توصلنا عاد نخلصوها حنا ديجا كنقولوا اي حاجه كتوجد سور كوموند ضروري افونس اي حاجه كتصايب خصيصا ليك ضروري ما خصصتيش لنا افونس باش نوجدوها ليك بحال هكا بغيتي اونسومبل اي حاجه ماشي سور كوموند هذه راه حتى كنصيفطوها عاد كتخلصيها اما شي حاجه اللي كتوجد سبيسيال ليك انت ضروري افونس وحنا واضحين هانا صراحه غزال هاد لونسومبل هذا فن بغاسلي شحال الواحد لي هادو لي 3 بغاسلي واحد 4800 بثلاثه 13500 درهم البنات مليون و70 الف ريال واحد 96 بالنسبه اونسومبل كامل 5100 درهم اللي هي 100 و2000 ريال اللي بغى لاباك بوحدو 1300 درهم شوفوا كيفاش كيجي 1300 اللي بغى لاشين سمحوا ليا لاشين 1900 درهم لا غورميت 1600 درهم ولي بوكل كيجيو على هذا الشكل هذا الثمن ديالهم 1600 درهم اش خبر البنوته ديالك كتكبر غاده في الطريق غاده تبارك الله السلسله غليظه ضل العنق بغيتي سنيسله مثلا هاد 3 دي كاينه هاد 3 دي هادي شوفوا كيفاش كتجي الثمن ديالها 4300 درهم 4300 درهم هاد لاشين بوندونتيف بالنسبه سنيسلات ديال بنوته صغار اول مره في اللايف غنبينهم ديالي حيت ما يمكنش كل لايف كنقول غادي نبينهم وما كنش ما كنلقاهمش ولا المهم كل مره واش شوفوا السنيسلات ديال البنوتات شوفوا الكنيك شوف 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 هاكا السعديه خدي السنيسله امالك لا شوفوا البنات الثمن ديالهم 750 درهم اللي هي 15000 ريال شين بوندونتيف بنو تمشي هكا قرينات السلسله ديال القلب شحال الثمن ديالها 1000 درهم البنات لا شين اللي وريت انا فين هي هادي هاد لا شين البنات ديال القلب الثمن ديالها 1000 درهم فقط اللي هي 20000 ريال شوفوا السنيسله صراحه كتجي سامبل وباينه حتى في الشوفه ديالها راه باينه والسنيسله ديال بنوته الصغار الثمن ديالهم 750 درهم اللي هي 15000 ريال وكاينين دي موديل ديال لي شين الثمن ديالهم غير 700 درهم حاليا ما موجودينش ولكن اللي بغات نوجدوها ليها دوز عندنا اون بريفي ممكن غير خاطر الكورميت اللي في يديك خاتها ديال العنق باقا 850 وي شهد لا شين بوندونتيف راه مازال 850 درهم فوالا راه مازال البنات الثمن ديالها غير 850 درهم سنيسله ديال القلب الثمن ديالها 1000 درهم اللي هي 20000 ريال اختي اللي بغى يبدل عندكم شي حاجه واش يمكن مرحبا لالا دوزي عندنا اون بريفي وشرحوا ليك الطريقه كيفاش ومرحبا بك بالنسبه للمحل ديالنا راه كاين في مدينه سطات بالضبط في قيصريه رجاء الشاويه وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل يعني فيما كنتي في المغرب توصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك من طنجه للقويره ومرحبا الف مرحبا حاولوا ديروا سكرين اي حاجه عجبتكم في لي لايف في لاباج في السيت اي حاجه ديروا ليها سكرين دوزوا عندنا الواتساب اللي هو 07 00 00 ما عرفتش منين جات 00 79 77 71 07 00 79 77 71 ومرحبا الف مرحبا بكم البنات كاملين من طنجه للقويره صراحه ما سخيتش بكم وصلنا اخر لايف دوزو عندنا الواتساب راه كيكون شويه الضغط ولكن كونوا متاكدين غادي نجاوبكم على اي حاجه بغيتوها اي حاجه بغيتوها دوزو عندنا الخاص وما
وما تزابيوش صراحه ما سخيتش بكم وبسلام عليكم، وما تنساوش مجوهره فاتين ذهبي حتى عندك.